تخيلوا فتحي بيعمل ايه كل يوم الصبح اول ما بيصحى. تعالوا نشوف سوا. بيحمر بطاطس كل يوم الصبح. فتحي قول حاجة. عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي معاكم فتحي دلوقتي يا حبايبي. دلوقتي بقى تتخيلوا بنعمل ايه كل يوم الصبح. بنجيب بطاطس ونقشرها ونحمرها بقى زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كده قربت تخلص اهي. كل يوم صبح كل شوية بنيجي كل يوم نحمر يعني كلهم نايمين وانا محمر. بالله يا اختي هي بتصحى اول واحدة وبعدين امي هي بقى تاني واحدة. فبنقعد بقى نشفنا كل واحدة بقى. خلاص كده خلصت البطاطس اهي. طلعتها من الزيت اهي. دلوقتي هنرش الملح. تعالوا معايا هنوقف بس فينا يا حبايبي. خلصتها كده وطلعتها. وادي الملح اهو اهو. دلوقتي بقى هنرش بقى الملح انا على البطاطس اهو واحدة بواحدة. ممكن نعمل ايه مش عارف كده عشان انا ماسك بس التليفون. حطيت حبة ملح كده بس في الغطا بتاع البرطمان ده. فهناخده حبة كده صغيرين اهو زي ما احنا كده شايفين. هنبتدي بقى نرش على البطاطس اهو. هنرش يعني على كله. اهو زي ما احنا كده شايفين هي رشتين بس. يا رشتين بس مش تلاتة. هنقف بس كده ونرجع لكم تاني. معاكم فتحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني بصوا عملنا يا دلوقتي ما تنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد في القناة. كان معاكم فتحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفعلوا زر الجرس واشتركوا في القناة يعني عاوزكم توصلوه أكبر عدد ومشاهدات توصلوها أكبر عدد عندكم. معكم فتحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.